اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تبع الاستاذ خلف ملفي والاستاذ حسن عبد القادر هما ضيفا هذه الحلقه. لماذا تغير الحكم خليل جلال؟ احنا نعرف انه في حلقه الامس نوهنا انه في برنامج الملعب على القناه الرياضيه السعوديه تم يعني اعلان انه الحكام تغيروا وخليل جلال تدخل وتحدث يعني تحديث مهم وتحدث يعني بألم كان واضح في حديث رجل انه متالم من اللي حدث. التقرير التالي يتحدث عن هذا الموضوع مع الزميل عادل التركي. لماذا تم تغيير حكم لقاء الوحدة والأهلي في ذهاب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كلف الحكم السعودي خليل جلال بإدارتها ليتم إسنادها للحكم الإسباني الذي قاد مباراة الهلال والاتحاد أمس الأول في بادرة أتوقع أنها لم تحدث على مستوى العالم أن يتولى حكم إدارة مباراتين في أقل من 24 ساعة؟ الأمر الذي جعل خليل جلال يخرج في برنامج الملعب بالقناة الرياضية السعودية ويتحدث بحرقة عن معاناة الحكم السعودي في البطولات المحلية منتقداً أداء الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم وأنه أمر مؤسف ومخزي لما يحدث للحكام السعوديين من قبل الأمانة ويجب التحقيق في هذا الأمر وأن يعرض من يقف خلف هذا القرار على الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل لمحاسبتهم ورد الاعتبار للحكم. كيف تريدون تطوير الحكام السعوديين بتعديل أخطائهم وتتناسون أنهم بشر وأنتم تضعونه حكم طوارئ في المباريات الحاسمة؟ هل هناك عمل بدون أخطاء؟ بالتأكيد لا، حتى الاتحاد السعودي لكرة القدم بلجانه أخطأ كثيرا هذا الموسم. نحن في هذا التقرير لا ندافع عن الحكام السعوديين ككل بل نقصد النخبة منهم الذين نريدهم أن يصلوا للمحافل العالمية. هل هذا القرار يليق بتاريخ الحكم المونديالي خليل جلال الذي يعتبر من حكام النخبة في القارة الآسيوية؟ وهل أصبحت الثقة مهزوزة في الحكم السعودي من قبل الأمانة التي بدأت تدق مسامير النعش للحكم السعودي؟ أبو أحمد، للأسف الشديد ينم عن ضعف قوي جدا في اتحاد القدم. ضعف من جهتين، أولا ضعف من الناحية العملية والتعامل مع مثل هذه الأمور، وضعف في أنه يخضع لمطالب الأندية. وهين خليل جلال تاريخه التحكيمي اللي فيه المونديال واللي فيه تكريم الأس، أنت تشعر أنه رجل جرح؟ بالتأكيد، اللي صار أمس واليوم بالتأكيد، لأنه وأنا طبعا سمعت أنه الناديين يعني اتفق على أنه لا يحكم. إذا كان كذا هذه كارثة أكبر. يعني إذا كان أنا مثلا أميل لنادي معين ويرفضني هذا النادي أو النادي المنافس بحجة الميول، هذه كارثة. لا بس أبو أحمد المشكلة أنه تم الإعلان عن خليل جلال، عشان كذا يعني إحنا قلنا أمس ليش ما كان في من البداية بيان واضح أنه سنحضر حكام أجانب في حال عدم الوصول لحكام أجانب سنلجأ للحكم المونديالي خليل جلال؟ لا لا، لكن وضع خليل جلال في البداية وبعدين تم بعده. تركي معروف سلفا في النظام أنه يحكم أجانب في درس النهائي، معروف. هل يعقل انك تحضر للهلال والاتحاد ولا تحضر لمباراه اخرى بغض النظر عما يكون؟ الاهلي والاتحاد، الاهلي والوحده، الاهلي والفيصلي، ايا كان ايا كان هذا حقهم. بس انت ما دام ايضا اعطيت القرار انه يحكم محلي بغض النظر عما يكون، يفترض لا تتراجع بسبب معارضه نادي. ان هذه انا اعتبرها اهانه، وصراحه ايضا الانديه يعني صراحه تتسلطن على الامر بشكل عام. حسن، أنا أختلف مع أبو أحمد في نقطة أن الأندية تتسلطن على النظام. أول شيء هي لائحة، اللي يتحمل هذا الخطأ هي الأمانة العامة الاتحاد السعودي لكرة القدم في نصف بطولة كأس دوري الأبطال على كأس خادم الحرمين الشريفين، أنه نصف النهائي والنهائي يحكم حكام أجانب أيا كانت الفرق المتأهلة لهذا الدور. وبالتالي الأمانة بكل دول العالم لم تبحث عن حكام، لم تتحرك بشكل جيد، لم تبغى الأندية وقت تبكر، يعني لم توضح ببيان اصلا يعني ما هي العراقيل التي منعت من حضور طاقم اجنبي اخر لاداره مباراه الاهلي الوحده، فقط اكتبت بتكليف خليل جلال. تم احراج خليل جلال حسن؟ لا، في احراج طبعا، اكيد واحراج كبير لخليل جلال. انا يعني التقرير اللي ذكره الزميل قبل ما نتحدث انه قال حكام النخبه في المملكه، انا ما عندنا حكام نخبه، عندنا حكم واحد هو خليل جلال.
مع تقدير واحترام البقية هو الوحيد خليل جلال تستطيع أن تقول عليه أنه حكم كرة قدم متكامل، متكامل حتى بجسمه تشعر أنه لما يجري في الملعب كأنه لاعب كرة قدم وليس حكم، يعني في قراراته في تعامله هو الحكم الوحيد. ما عندنا نخبة، عندنا حكم واحد خليل جلال، وأرجو الله نخسره، الله نخسر خليل جلال. لكن خطا مباراه الاهلي والوحده هو خطا الامانه تتحمله بشكل طيب. تام تماما واضح انه الخطا ليس لم يكن في فيصل عبد الهادي ولكن في الامانه ككل، منظومه الامانه للاسف يعني عنده اخطاء كوارثيه. طيب ابو احمد ايش اللي ممكن يرضي حكم مثل خليل جلال بعد ما انت عرضته لهذا الاحراج امام الراي العام؟ ايش ممكن يرضي؟ اعتذار مثلا ممكن يخرج اعتذار؟ ما في شيء، مع احترامي ما في شيء الا بيان من اتحاد قدم ويوضح السبب، وفي نفس الوقت اعتذار من الأمانة العامة ومن اتحاد قدم نفسه. ولكني أيضا أنا قلت في الأخير في الأصل أنه هذا نظام يجب أن يطبق، ولكن لما حدث هذا الشيء أنا أختلف مع القرار المضاد. يعني هو يقول لنا حسن أنه خالد جليل هو الحكم الوحيد، إذا كان أنا مقتنع فيه إيش لي من أن يحكم؟ صح. وثانيا أنا أختلف مع الأخ حسن، في حكام آخرين قدموا أنفسهم بصورة ممتازة، من ضمنهم فهد، من ضمنهم المرداسي، من ضمنهم العواجي، من ضمنهم اكثر من لاعب، حتى واحد منهم الان في النخبه الاسيويه، بس انت ما تبغاني اكثف الكلام. لا لا خلاص.